تعبلها في روحك دي. فضيحة ايه ياما؟ انت عارفة الهدوم دي ثمنها اكتر من 100 جنيه. 100 جنيه؟ وجبتيهم منين ال 100 جنيه دولك؟ دول حاجات ليلى وسلوى ولاد ست عطيات. بصي ياما، بصي بصي جناحها، بصي ياما تماليحك، بصي ربنا يسترها. خلاص خلي دول بدل اختك عيشة. عيشة ده ايه؟ وانا اتلطم واشحت وهي تلبس على الجاهز؟ مش كفايه النهارده لطشت جزمتي وسايباني ماشيه بزنوبه طول النهار؟ مسيرها ربنا يعدلها لك يا رجية ويرزقك بابن الحلال اللي يريحك. مش باين لها عدل ياما، ويا ويله اللي ما يعدلهاش لنفسه الايام دي. ما فتوح شريكي ويتمنى تراب رجليكي. فتوح؟ فتوح ده ايه؟ هو ابتدى يزن على دماغك انت كمان ولا ايه؟ يا بنت العمر بيجري، مش احسن من قعدتك جنبك ده زي البيت الوقت. انا مش هقعد في البيت ياما بعد النهارده، انا هشتغل. الكلام ده كان يبقى مظبوط لو كنت كملتي علامك، لكن انت يا حسره ما قدرتيش حتى تاخدي الاعداديه. انا كلمت الحاج الدندراوي قبل ما يسافر العمره ووعدني انه لما يرجع بالسلامه ان شاء الله هيشغلني عنده في شركته. الحاج دندراوي هيشغلك في شركته؟ هو ما يشغلنيش ليه؟ يا ركاي انت ناسيه يا بنت ان دم ابوك راح حضر في صنصير العماره وما همش عليه يدفع لنا مليم احمر تعويض. كل اللي قدر عليه انه شغلني بوابه بدل بوكي. بس انا بقى ياما اللي هدفعه تمن دم ابويا. احبك حبين، حب الهوى وحبي لانك اهل لذاك. الله عمره مقبول ان شاء الله. الحمد لله على سلامة الوالد. الله يخليك يا فتوح. الحمد لله على سلامة. طب مشؤون الخلق لله. عمره مقبول يا حاج. هو مقدم عقبال عدلك يا رؤية. والارزاق دانت شؤون الخلق للخلاق. هو مقسم الاعمار والارزاق. من يد من ادمها يا رؤية. من عنده أدركتها وتركت معا ويضيق نطاقي. الله 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 اللهم ثبت إيماننا. الله النفس جامحة، النفس جامحة ما لست عايشة. عايشة ايه الحاجة؟ خدت سكت والكرشة قبل اي حد ما ياخدها. مساء الخير يا عايشة. مساء النور. مش هتيجي تحضري الليلة بتاعت بابا؟ ما خلاص يا باشمهندس، احنا خدنا نصيب عن اذنك. ما تقوليش كده يا عايشة، انت مش عارفة قيمتك عندي قد ايه. مصطفى انت بتضحك عليا ولا بتضحك على روحك؟ قيمة ايه اللي بتتكلم عنها؟ انت ناسية اننا متربيين مع بعض وطول الوقت ما كانش حد يقدر يسيب التاني لوحده. ده واحنا صغيرين يا مصطفى، انما دلوقتي احنا كبرنا عن اسمك. عايشة عاوز اشوفك بكرة، عندي محاضرات في الكلية. حستناكي عشان اوصلك. قلتي ايه؟ تصبح على خير يا مصطفى. رضا من الاعماق. الله 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 يا مولانا. الله 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 الله. الله، امال اختك فين يا حلاوتي؟ بتفرق اللحمه على الناس تحت يا حاج. طب وحياتك خشي هاتي لي منديل من جوه. طيب خدي بالك يا بنتي يا رؤية. حاضر. ايه الحلاوه اللي حطت عليك دي يا رؤية؟ لبس البوسه تبقى عروسه يا حاج. ده الواحد عايز ياكلك اكل يا بنتي. انت لسه ما توبتش يا حاج. التوبه هتكون على ايديك يا رؤية. مش لما توفي النذر اللي عليك الاول؟ لا ما تعملي لك همه. امال يا بنت يا رؤية، الناس بره ريقها نشف على كوبايه قرفه